هم 10 دقايق بس. خير؟ لولا فارس جرى له حاجة؟ فارس كويس الحمد لله وزي الفل. امال ايه؟ صعبت عليكي وجاية تطمني عليا ولا ايه؟ يا ما زرتك وانت مسجون بالشهور ويا ريته كان طمر. خلاص عايش. عندك ايه؟ اللي عندي غالي وغالي قوي كمان، لو رجعته لصاحبه اللي دايخ عليه هيبقى سجادة تحت رجلي، أأمر وأتأمر ويعيشني ملكة. ها إيه قولك؟ مش فاهم، قولي في إيه؟ الأمانة بتاعت عيسى الوزان معاي، تحب أرجعها له؟ ماشي، طلباتك. تطلق حنة يا نصار. يعني ايه؟ زي ما سمعت كده، تطلق حنة وتردني انا على ذمتك. مش بس كده، ده انت هتعمل لي ليلة ما حصلتش قبل كده، ولا تقول لي بقى ليلة حنة ولا حتى ليلة شادي اختك. ماشي، هعمل لك اللي انت عايزاه بس حاجتي ترجع. بجد يا نصار؟ بجد هتطلق حنة عشاني؟ هطلق، بس مش هرجعك عايش. مش مهم ترجعني، المهم انك تطلقها. هطلق، بس في احلامي. أنا ممكن أعمل أي حاجة خلقها ربنا في الدنيا إلا أن أطلع حنة، فاهمة يا عيشة؟ للدرجة دي بتحبها؟ فيها إيه مش فيا؟ عملت لك إيه أنا ما عملتهوش؟ سحرت لك؟ لحقت تحبها إمتى أصلا؟ ده أنا اللي عشت طول عمري خدامة تحت رجلك وقصاد عينك ما حبتنيش كده. بس ماشي ماشي يا نصار، وديني لوريك. اسمع يا بت، لو جاية تلوي دراعي انا دراعي ما بيتلويش، وحاجتي هترجع هترجع. ونصيحة ليك يا عايش، بلاش تعضيني. سمعتي ولا ما سمعتيش؟ العداوة انت اللي ابتديت بيها يا نصار، وحياة ابني الغالي لوريك عيشة تانية خالص غير عيشة اللي انت تعرفها. أمين سيد. أيوة. العشر دقايق خلصوا، حتى بكرة رجعني الحاج. طب يلا بينا. يلا.